طيب معانا ايضا استاذنا الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار السيد رئيس الجمهوريه للشؤون الصحيه والوقائيه على التليفون، واهلا بحضرتك معانا معالي الوزير. اهلا بك يا استاذه كريمه، ازي حضرتك؟ اهلا بحضرتك، مشرفنا جدا، وحضرتك من اهم الداعمين لهذه القضيه والداعمين لحق الناس في الرؤيه والبصر. المقترحات اللي حضرتك سمعتها معانا دلوقتي، يا ترى في اي او بس اوضح حقيقه لحضرتك. اتفضل. وزير الصحه الذي قدم هذا المشروع واللي طلع بقانون لزرع القرنيه هو محمد عوض تاج الدين. صحيح. وعرض ونوقش نقاش طويل جدا في مجلسي النواب اللي هو كان مجلس الشعب، ومجلس الشورى اللي هو مجلس الشيوخ، وشرحنا القصه كامله، وان احنا في كنا عندنا ساعتها عدد الحالات او عدد المواطنين المحتاجين لزرع قرنيه، والحمد لله بعد مناقشه مستفيضه جدا من النواحي القانونيه والتشريعيه والشرعيه اجيز القانون في وصدر به قانون اللي هو قانون زرع القرنيه. صحيح. القرنيه هي جزء من العين طبعا، اللي هو بيبقى يعني في العين من بره، و يعني ما معلهوش اي عدمات او اي شيء يمنع دخول الضوء بحيث المريض يرى رؤيه كامله. طبعا هناك امراض كثيره بتؤدي الى عدمات على العين وبتحجب هذه الرؤيه، واول بنك عيون اتعمل في مصر كان في كليه الطب جامعه عين شمس، تحديدا في مستشفى عين شمس التخصصي. اللي عايز اوضحه ان الفرق بين القرنيه وزرع الاعضاء ان القرنيه بتؤخذ من انسان توفى فعلا، يعني بعد الوفاه بعد فتره قصيره من الوفاه، وبيتاخد جزء سطحي من قرنيه هذا المتوفى وتستخدم في لانسان اخر في حاجه الى هذه القرنيه. واحنا عملنا قانون بكل تيسيراته وشرحنا بعمق شديد الفرق بين قضيه زرع الاعضاء وزرع القرنيه، عشان كده طلع قانون زرع القرنية اللي هو لو طبق هو يعني واضح تماما ومحدد ومفيش فيه أي لبس، وهيكون حل لكل هذه الحالات. المشكلة كلها اللي عايز أقول لحضرتك عليها، اتفضل، هي قضية يعني إنسانية، قضية يعني فيها جزء عاطفي كبير جدا، وفيها كمان يعني ثقافة مجتمع في هذا الاتجاه. هو اللي عمل المشكلة في بنك العيون في جامعة عين شمس من عدة سنوات طويلة، وأنا كنت في إدارة الجامعة في هذا الوقت، إن في أهل متوفى جم بيشوفوه لقوا مشكلة في عينه، وحصل مشاكل قانونية في هذا الوقت أدت إلى غلق هذا البنك. حضرتك الحل الأساسي لهذا الموضوع هو يعني زرع ثقافة السماح بالتبرع للقرنية للحالات المتوفاة حديثا، وهو جزء سطحي بيتاخد من القرنية، لا يؤثر لا على أعضاء المتوفى ولا يؤدي إلى مشاكل، وجزء سطحي ولا يتم فيه إزالة العين. يعني حتى العين اللي موجودة بتاع المتوفى بتكنها موجودة زي ما هي. فهو القضية يعني ثقافة مجتمع، لأن لازم يا اما المتوفى يكون مدي موافقه بهذا او حد من اسرته من الدرجه الاولى، وطبعا اذا لم تكن هناك موافقه مسبقه، الحقيقه في ظروف الوفاه وظروف الضغط النفسي والعصبي والجزء العاطفي اللي عندنا بيخلي الناس في تردد شديد جدا، يعني يقول له تعالى متوفى خد المتوفى بس هناخد القرنيه، فهي جزء عايز جزء ثقافي كبير جدا. طب اسمح لنا برضو احنا لا نشكك في القرنيات اللي بتيجي، لكن لابد ان يكون بيكشف عليها من جميع الامراض، خصوصا الامراض اللي قد تكون منتشره في بعض المجتمعات زي مرض الايدز وزي الفيروسات المنتشره في بعض الاحيان، حتى نتاكد، او التهابات الكبد، فهي محتاجه بعض اختبارات قبل ما تيجي، واعتقد ان هي سواء على المستوى الخاص او المستوى العام، لان طبعا احنا في بلدنا يعني ما بنقولش ان في حاجه اقل جوده واكثر جوده، مفروض اصلا لا يصرح بيها ولا تستخدم الا لو كانت
تخضع للمعايير الطبيه السليمه 100%. صحيح. فهي عايزه هذه القضيه يعني وعي مجتمعي يساهم في هذا، لان احنا الحقيقه بذلنا مجهود كبير جدا جدا حتى يصدر هذا القانون، هو قانون زرع القرنيه. طبعا زي ما قال سياده النائب، احنا عندنا اعداد كبيره من الناس في حاجه فعلا الى زرع القرنيه، وعندنا ايضا فكره ان تنتشر بنوك زرع العيون. وعلى فكره يعني الدكاتره بتوع الرمد اللي هم بيعملوا هذه العمليه كلهم متحمسين لهذا في مختلف المواقع، بس المهم تكون هذه القرنيات متاحه يعني. طبعا حكايه بتكون وزاره الصحه كمستورد او تجيب قرنيات هي ليها اساليب طبعا تقنيه وتجاريه وتكلفه ماديه، فهي عايزه دراسات اخرى موازيه لعمليه يعني تحفيز المجتمع على التبرع بهذه القرنيه. طب اسمح لنا معالي الوزير، يعني هنا ناقشنا في اكثر من حلقه موضوع نقل الاعضاء، وقال لنا خبرائنا واساتذتنا ايضا زي ما حضرتك قلت ان التعامل معها كنسيج هيخرجنا من كثير من المعضلات، وانها ليست عضو كامل يعني من الاعضاء التي تنقل. وقالوا كمان ان القضيه بتاعت عين شمس، يعني بنك القرنيه في عين شمس، مركز القرنيه في عين شمس، عندما اغلقت ما حدش قال انها اغلقت على ايه، ولا اعادوا تفعيل هذا البنك اللي تم تجهيزه وتحديثه بكل الاشياء، هو والاخر ايضا البنك الاخر بكل الاجهزه المطلوبه وكل الاشياء التي تضمن ان يؤدي عمله بكفاءه ويوفر ايضا القرنيات من مصريين لمصريين. يعني هذه النقطه حتى الان ما زالت غامضه، يعني هل صعب تفعيل هذه البنوك مره اخرى واعادتها بعد كل المجهود اللي تم على مدار تاريخها بدءا من حضرتك؟ لا يا فندم، ما فيش حاجه غامضه خالص، الموضوع واضح تمام الوضوح. وانا بقول لسيادتك انا عارف هذه القضيه تماما، وكنت في اداره جامعه عين شمس عندما اشيرت في بدايه القضيه، وعارف قدرات ان عين شمس وقصر عيني واماكن اخرى تقدر تمارس هذا العمل وتفعل البنوك العيون. بس المهم ان احنا نحصل على القضيات. القضيه مش البنك، البنك ممكن يتعمل وجاهز والناس والخبره موجوده، الفكره كلها الحصول على القرنيات. ده تشريع ولا وعي يا فندم؟ نعم، تشريع ولا وعي محتاج علشان نسرع من هذا الموضوع؟ التشريع موجود يا فندم، التشريع موجود وواضح تماما وممكن يراجع، لكن التشريع موجود وسهل جدا وسلس. لان زي ما قلت لحضرتك احنا ما بنتكلمش على وفاه جزء المخ او بنتكلم على حالات محتمله، احنا بنتكلم على انسان توفى الى رحمه الله وبتتاخد القرنيه، وفي موافقات شرعيه على هذا. وزي ما قلت لحضرتك العين لا يعني لا تنزع العين. هي بتبقى جزء سطحي، حاجه اسمها تريفاين، بتتحط تعمل تقور حته من القرنيه بتاعه المتوفى لتنقل فورا بالاساليب العلميه الى انسان اخر بعد التاكد. زي ما قلت لحضرتك ودي نقطه هامه جدا، من عدم وجود اي مرض من الامراض المعديه وكده. مفيش حاجه غامضه في الموضوع، الموضوع واضح تماما تماما. بس الفكره هي نفس الشيء بالنسبه لقانون زرع الاعضاء، الفكره كلها الموافقات وان الناس تبقى فيه موافقه او الاهل يوافقوا، وهي دي اللي ساعات واحنا بنشوفها بقى على ارض الواقع، الناس بيبقى فيه جزء يعني نفسي شديد جدا، او انت عارف حضرتك يعني الروح الاسريه والروح العاطفيه عند المصريين في قضيه ان انا اقول له اروح اخد المساس بالمتوفى بتاع المتوفى وكده. بس احنا شفنا هنا في البرنامج ناس عندهم رغبه في التبرع لكن مش عارفين يثبتوها، فكان في مقترح بوضع خانه مثلا في بطاقه الرقم القومي بانني اوافق على التبرع باعضائي او بقرنيتي او ايا كان بعد الوفاه، امكانيه التطبيق ده يا معالي الوزير حضرتك شايفها؟ ده سهل، ده القابليه هنا سهل جدا، انه بيسجل هذا في الشهر العقاري او بيتكتب على البطاقه او في اي اسلوب اخر من اساليب ان هم موافق على هذا يعني، ويبقى قابل للتنفيذ، لان ما يكونش حد عنده من الاهل او من الدرجه الاولى يقول لا مش هنعمل كده يعني. لازم الموضوع يبقى فيه ثقافه مجتمعيه كبيره جدا حتى لا تحدث اي مشاكل في هذا الاتجاه. انما تسجيل ان الانسان يتبرع سواء بالقرنيه او باحد الاعضاء التي تسمح الظروف بها، هي يعني تسجيلها سهل او ممكن يتعمل، بس المهم يستكمل على ارض الواقع بفاعليه.
صحيح. احنا بنشكرك جدا دكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار سيد رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية. الدقيقة 37.